كما الرساله ديالي، كما انا كرجاوي نتكونسونطرا وفريق الرجاء البيضاوي كيكبر في المباريات الكبار، وحنا كما قلت لك حنا فريق الرجاء البيضاوي حنا عندنا حنا عندنا الامكانيات باش نفوزوا في هذه الكاس هذا. وكما قلت لك التيران اللي كيحكم الناس، خلي الناس تبقى تهضر بان الاهلي غادي يديو الكاس فعلا وما عندهم امتيازات علينا، ولكن التيران اللي كيحكم ولا خوف على فريق الرجاء البيضاوي في النهائيات. انا اللي اهم حاجه عندي هو نكونوا الخوت، وديك الساعه واحد يعاون واحد. هذا اللاعب اللي غادي نقولوا بانه هو اللي غادي يدير الفارق ولا شي حاجه، راه ضروري غيكونوا كيعاونوه صحابه. لهذا كنبغي كل واحد يعاون واحد، واهم حاجه عندنا هو الكاس، وان شاء الله كل شيء يكون اون فورم ان شاء الله، ويكون بوماس ان شاء الله اللاعبين كاملين.